البارحة نشرت مقطع عن المرأة اللي راقعت عباتها وراقعت نقابها تدور الستر والحشمة، وهذا المقطع لقى تفاعل كبير مشاهداته في أقل من 24 ساعة أكثر من 250 ألف وأكثر من 16 ألف لايك. الأهم من ذلك كله أن المتابعين تداحموا وتعاندوا في الرسائل حقت المقطع، كل منهم يقول هذه المرأة منا، السعوديين يقول هذه سعودية، واليمنيين يقول هذه يمنية، والسوريين يقول هذه سورية، وحقا لهم أن يفتخرون بمثلها، ونحن نفتخر بها من أي الدول كانت، لأنها تمثل الإسلام وتمثل الحشمة والحياة وتمثل العروبة. الأهم من ذلك يا أخوان، تخيلوا لو أنها من اللي أنتم خابري الفاغرات الخالعات اللي في التواصل الاجتماعي، هل هناك من ينافس أو يطلع يفتخر يقول أنها منا؟ لا والله عقبوا ما يفتخر بهم، لا عائلاتهم ولا قبائلهم ولا مجتمعهم ولا حد يتشرف بهم. إذن الحياء والحجاب والحشمة والعفة هي منزلة عالية ورفيعة للمرأة في الدنيا، وتقدير واحترام في عيون البشر، وفخر لأهلها وناسها، وفي الآخرة تبشر والله بجنات عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله يجعلني وإياكم من أهلها.